يا بوغوس بوغوس انت منين تكونوا كدوزوا نهار زوين؟ الستوري ديال اليوم بكاتني، ها كنضحك معاك بكاتني، ما ولكن بصح كتبكي فالماتني زعما من هادشي اللي بغيت نوصل. خايبه بزاف هادشي وطرال بزاف الناس كنعرف، انا اللي قراو معايا طرال بزاف الناس كنعرفهم كيسكنوا حدانا. المهم هاد السوجي هذا شي حاجه اللي ما عرفتش علاش كاينه بزاف في المغرب. واش الفاكت ديال كيحبسوهم باش ما يديروش داكشي زعما في القانون فكيلقاو الدراري الصغار؟ والله ما عرفت. المهم داكشي مخربق وما فيه ما يتفسر. نبداو القصه ديال الدريه اللي عانات بزاف في صغرها من واحد الانسان اللي كنا نتسناو انه يبروتيجيها. المهم نبداو ستوري بعدا. قبل ما تنساوش ديروا لايك سبسكرايب الا ما كنتيش مابوني، شحال هادي ما قلت لكم هادي وبحال حتى نتوما عجبكم كتنساو. هادشي كيعاون باش انا نكمل انا ندير دي ستوري واش نعرف ان هادشي كيعجبكم، وكتعاون الالغوريثم ديال يوتيوب باش يسوجيري لي فيديو للناس اخرين ما يبيتهم يضحكوا معنا ولا يبكيو معنا بحال اليوم. وصراحه ما غنبكيوش غنضحكوا دما كان اي حاجه كنضحكوا فيها هنا. يلا نبداو. سميتي مريم من واحد المدينه صغيره سميتها تيفلت، عائله بسيطه كيف العاده. نتوما دائما عائله بسيطه دق وسكت. عمر شي غريب يقول لك وحنا من عائله لاباس على ابار لا كان شي هليكوبتر مستاسيوني في البالكون ولا شي حاجه عادي قد يقول لك ميسر الحمد لله. شي حاجه من غير هادشي كاينه بسيطه فقيره على قد الحال، ما عندناش الوسط، كاين اما الفوق ولا التحت. نبدا القصه ديالي مني كانت عندي سيزون، باقه بنيته بريئه عصفوره من الجنه. اول عام اللي غندخل فيه المدرسه بريمير كان بو سيدي كيقري تما، ديجا خدا لا روتريت ديالو، ما داخل ليكول عارفين لي بروف الاداره وداكشي. ما عليناش ماي فاميلي وصاو عليا واحد السيد تما اللي عزيز على جدي وعزيز على لا فامي ديالي، كان بحال كيعاون في اي حاجه في المدرسه يسخرو، هذاك اللي كنقولوا ليه البواب. هذا الحارس سميتو حميد، ديما تسمع هاد حميد عرف ماشي شي حاجه زوينه جايه. انا كنت دخلت وفرحانه حيت كيعرف جدي كيضحك معايا، نجي معطله كيدخلني. هاد الشيء كان في واحد ليكول ديال الدوله، اختي ديال الدوله ما سميتهاش ايكول، سميتها المدرسه ولا السكويله. استاذ نمشي للكنيف، قولوا لي عافاك في كومونتير واش نتوما بحالي كنتو كتمشيو للكنيف ولا كنتو كتمشيو للطواليت. تفكر الطواليت ديال الابتدائي فين قريت؟ ديزاستر صاحبي. وكان داك البول بكثره ما غير ما مليوح تما ما كناش كندخلو. علاش ما كندخلوش؟ حيت كاين البول خارج. وشكون بدا هادشي؟ الله اعلم، ولكن المهم البول خارج وكيدفق من الخارج ديالها. فحنا الدراري ملي كنبغيو نجيو نبولو كنوقفو غير في الباب وكنبولو، فهمتي؟ وعلى حسب داك السيركل ديال البول شحال الامتداد ديالو. الا كان باقي صغير كندخلو شويه كندوروه وكنبقاو نبولو الوسط. وديما كتمشي كتلقى ديما واحد الخريه في الوسط، هذاك هو اللي كيبدا النقطه ديال الدائره هذه. صوره على التفسير المعفون، ما بغيت نوصل لكم الفكره. في حاله فايت عشو عارف راه ماشي غير بوحدك، في حاله ما عشاش عارف الناس فين قرا ولا فين باقين ميبي دابا كيقرا. المهم دابا ما كنظنش مع الكاميرات وداك الشيء، هذاك الشيء كان كنت فيلمه كان غايدير شو. وحاجه اخرى اللي ما كنفهمش في هذا الشيء، علاش داك الشيء الكبير بلا ما نعاود نجبد لكم سميتو، علاش ما كديروش في داركم؟ عمري درت في حياتي شي حاجه في المدرسه من غير بيبي، مره ولا جوج ورا الباك حيت كانت مدرسه بعيده على الدار وكتحنسر مره الكليتي شي حاجه في شكل. المهم هذا ميساج لاي واحد ما كيفكرش في داك الشيء الكبير وكيعيش حياته عادي فين ما جاتو، كيتلقى في مدرسه الخدمه القهوه دار صاحبو. خويا راك بسيكوبات ومالك دير بحالك، لنترقى جميعا. خويا الى الطواليت كتكون بحال القادوس، بنادم كيحطها في الارض فيما شداتو. ها اللي قلنا ها هي الاولى كونفيرمات راه ماشي غير بوحدنا. هاد حميد هو اللي كان كيسيق لي طواليت ديال الدراري والبنات. واحد النهار وانا غادا للطواليت هو يلقاني على برا كنغسل في يدي، هو يجي ورايا. ايوا يا حميد. شد لي يدي وجمعهم وطلق الروبيني وكيبقى زعما بحال كيسد لي يدي وعاود يحله والما كيهبط كيدير داك الصوت ديال زاد زاد زاد. كان كيقول لي ما تقولها لحتى واحد. انا في الوقت كنقول كيدير لي هكا حيت عزيزه عليه. هادشي ولا كيدار بريسك شاك جور حيت انا ما كنقدش نحط ترمتي في القسم، خصني ولا بدا نمشي نضرب كيرا في مدرسه. انا بنتي ليا كتوحشي حميد. انا بعض المرات وليت كندخل الطواليت كنلقاه كيصيق لداخل، ولا السيد كيطلعني فوق رجلو كيبدا يتمحكك عليا. تما بديت كنعرفها مع راسي القضيه حامضه، واخا انا صغيره ما فاهمه والو غير بحال من الانستينكت ديالي وليت بحال كنخاف نمشي اونطلاقه مع السي حميد. فداك الشيء اللي كان ما بقيتش كنمشي بزاف الا الا خاصني، مي واخا هكاك ما نقدرش نافويديه 100%. مع كيف ما قلت لكم في الاول كيعرفوني الاساسيد، ديما انا اللي كنتصيفط خار وداكشي. كيقولوا لي مثلا سيري جيبي الطباشير عند حميد. هو كان عنده واحد البرتوش وسط المطعم، كيشوفني كيقول لي دخلي دخلي اجي هاكي الطباشير. مع كندخل كيشدني تما كيبقى يجر لي في يدي جلسني فوق منه، شويه كيطلع هو فوق مني زعما كيلعب معايا، شويه يبدا يعنق فيا يبوسني. غير هو الصراحه عمرو حيد لي السروال. ايوا الحمد لله خلعتينا حميد مسكين رجل ذو اخلاق، خليتينا غالطين في هاد الدخله كامله. مي راه بحال ما كرهش صاحبي، راه بعض المرات كان بحال كي
فيهيش كيخشي فمه فمي كيسرط ليا وجهي كامل. هاد الموال بقات تقريبا توصلت للرابع ديالي. كل عندي 10 سنين بديت كنفهم شويه اكثر. الدريات ديما كتفهموا مع الطلين. الدراري كتلقاه باقي في الروض هو يشرح لك كيفاش المومو كيتصنع. والله الا واحد النهار في درب السلطان لقينا واحد الدري ولد العسكري واحد مخنن عنده شي 3 سنين ماكس مدخل واحد الدريه صغر منه ورا الباب. راك عارف درب السلطان البيبان ديما محلولين مدخله ورا واحد الباب ديال الدار وكيهبط لها في ليكوش وما عرفتش كيحاول يدير. وقول لي انت حقا عصافير الجنه عصافير بورنو هادو. السيدي واحد النهار كنا في الاستراحه ومن البعيد بان ليا كيضحك مع واحد البنت وحط يدي على الاس ديالها. حميد كيخونك يعني هذا ماشي غير بيدوفيل بيدوفيل وما مزيانش. تما عرفتش بلي ام نوت ذا اونلي وان. مي ديك الساعه كتكون باقا صغيره وكتخاف ما قديتش ندوي وعمرني قديت نقولها لشي حد. خرجت من البريمير دست الكوليج وراها موراها الليسي وجاي مون باك وقلت اجي ندير واحد الدوره شرفيه قبل ما نمشي في حالي لبرا. داكشي اللي كان قلت اجي حتى ندوز على ليكول ديال الابتدائي ونشوف ماي تيتشرز والمدير واي نوت حتى حميد ما يكون كيحس بالندم. والوقت تبدلات دابا ما كنعرفو انسان فين يكون راه سنين. داكشي اللي درت مشيت شفتهم هو يبان لي حميد كاين حدا المطعم حدا البرتوج ديالو. مشيت قاصده بواحد الضحكه زعما راني ما عاقلاش والمسامح كريم. وقفت عليه قلت ليه بو حميد بقى كيشوف فيا. اولا قبل ما نكمل قال الاحترام ديالي لمريم والكوراج اللي عندها باش تمشي دير هادشي حيت حنا كنضحكوا ولكن الصراحه راه ماشي سهله خصوصا غاده بهاد النيه ديال مسامحه وتصالح حتى هي مع الماضي ديالها بهاد الجست. فبيغ ابليك الزين فريمون عجبتيني من وليش حميد ديالك كنتي كبيره. قلت ليه ما عقلتيش عليا بو حميد. لا بنتي. قلت ليه مريم بنت الحاج فلان واش عرفتو اش دار ولا لا. لا والله حتى تخيل ودير شي جواب فراسك ونشوف واش عندك الصح ونكملوا. انا نعطيك واحد شويه الوقت صافي. نقول لك هز يدو حتى هزها وعطى الترما راق. قال لك كبرتي يا الغزالة هيا لحميد. I was like what the fuck. تخيل بكثرة ما تفريستريت وتصدمت حضرت راسي وزدت مع الطريق ما زدت معه حتى كلمة. دابا نهار على نهار كنحس بتأنيب الضمير كنقول ما يبرى بزاف ديال الدريات كان كيدير لهم هكا وعلاش لا باقي لحد الآن كيدير. حيت دابا راني كنتفكر ونضحك ولكن في المراهقة ديالي أثر فيا بزاف. وهذا الشيء بلا ما نقول لك أن حميد is not the only person اللي دار لي هكا. حتى واحد بابا صاحبتي واحد خال ماما والليسة تياك كنتي مني كنتي صغيرة باش ترالك جبينة. مهم كنت خيالك تعاود لي وتجبدي شي تصوير ديش واحدة فهمتي مزيانة وفورمة وبقوصة دوية. هذه أنا ملي كانت عادي 8 سنين وكنت أطر بدك الأفاء. مهم كاملوها كان ضحكو. فكانوا عايفوا دين مي في شي حاجة سميتها البوسان. باخا كنت تفكر دك الدفال ومريقين وفمهم شد لي فمي وني فيت تفو. وما بين بزاف المشاكل اللي خلقوا لي ملي كبرت شويه كنت كنقول الا لبست شي واحد نقد نرد حيت ولات شي حاجه كتعيف بالنسبه لي. غير الحمد لله بنادم كيكبر وكيحاول يجي اوفر وصافي. اي انا فريتي دابا ولا كيعجبك البوسان وداكشي. المهم حنا كما قلنا كنحاولوا نضحكوا من هادشي ولكن هو بصراحه راه كيبكي. تخيل شي يقدر يطرى لولدك ولا بنتك ولا خوك ولا اختك اللي صغيره راه هادشي فشكال. فاللي عنده شي دري صغير يعرف مع من كيخليه يعرف فين كيصيفطو حيت راه عمرك ما تقدر تخيل شكون هذاك البريداتور اللي يقدر يتكرفص عليهم. وكما قلت في الاول ديال القصه انا كنظن وكنبليف هاد الايديا زعما ديال عرفنا كاين بنادم بيدوفيل اللي هو هادشي اللي كياتري. مي كنظن في المغرب كاين داكشي شويه اكثر حيت كاين واحد النقص ديال ما عاد بنادم دون زعما نوت هافين سيكس والتخربيق فايقد زعما كتكون واحد البيلد اب ديال الكبت ولا ما عادش غنسميه. ودي ماشي ستوري الاولى اللي وصلتني وماشي الاخرى. نسبريديو شويه ديال الاويرنس للناس اللي ما عارفينش هادشي كاين للناس اللي مايبي فيهم هادشي الله اعلم يعرف بان هادشي ما خصوش يدار. هادشي اللي كاين تهلاو ليا فراسكم نشوفكم في النيكست